المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. رفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن المائتين، ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته
وأنار الشعوب بنور خلاصه برخمورش كهنه. الصالح الذي له المجد والإكرام في صباح هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعن الأرامل، أبعد الثورات، لاش الفتن، اذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك، ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح مع رسل الأطهار، برخمورش كهني، ونرفع المجد إليك وإلى بيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. Oh.
الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. الرسول إلى أهل أفسس، يقرأ أمام هذه الأسرار المقدسة وأمام أبينا رئيس كهنة المسيح وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، أنا بولس أسير المسيح يسوع من أجلكم أيها الأمم. إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله التي وهبت لي من أجلكم، وهو أني بوحي أطلعت على السر كما كتبت إليكم بإيجاز من قبل، حينئذ يمكنكم إذا قرأتم ذلك أن تدركوا فهمي لسر المسيح، هذا السر الذي لم يعرف عند بني البشر في الأجيال الغابرة كما أعلن الآن بالروح لرسله القديسين والأنبياء، وهو أن الأمم هم في المسيح يسوع شركاء لنا في الميراث والجسد والوعد بواسطة الإنجيل الذي صرت خادماً له بحسب هبة نعمة الله التي وهبت لي بفعل قدرته. لي أنا أصغر القديسين جميعاً وهبت هذه النعمة، وهي أن أبشر الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأن أوضح للجميع ما هو تدبير السر المكتوم منذ الدهور في الله الذي خلق كل شيء، لكي تعرف الآن من خلال الكنيسة لدى الرئاسات والسلاطين في السماوات حكمة الله المتنوعة بحسب قصده الأزلي الذي حققه في المسيح يسوع ربنا، الذي لنا فيه أي بالإيمان به الوصول بجرأة وثقة إلى الله. لذلك أسألكم أن لا تضعف عزيمتكم بسبب الضيقات التي أعانيها من أجلكم، إنها مجد لكم. وبارك يا رئيس الكهنة. أمام بشارة مخلصنا
المبشرة بالحياة لنفوسنا. يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. برخم ورش كهنة السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم. فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال متى الرسول: انصرف يسوع إلى نواحي صورة وصيدة، وإذا بامرأة كنعانية من تلك النواحي خرجت تصرخ وتقول: ارحمني يا رب يا ابن داود، إن ابنتي بها شيطان يعذبها جدا. فلم يجبها بكلمة، ودنا تلاميذه فأخذوا يتوسلون إليه قائلين: اصرفها فإنها تصرخ في إثرنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. أما هي فأتت وسجدت له وقالت: ساعدني يا رب. فأجاب وقال: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين ويلقى إلى جراء الكلاب. فقالت: نعم يا رب، وجراء الكلاب أيضا تأكل من الفتات المتساقط عن مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: أيتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك كما تريدين. ومن تلك الساعة شفيت ابنتها حقا، والأمان لجميعكم. بارك علينا جميعا أيها الأحباء، وإن شاء الله ببركات هنهار ربنا يبارك حضورنا، يبارك فخامة الرئيس، يبارك كل المسؤولين، ويعطينا دائما أنه نسير بوطننا إلى بر الأمان. فخامة الرئيس، إن حضوركم بيننا في القداس والصلاة وللأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من وجودكم بيننا لفترة محدودة، له مدلولاته الخاصة بالنسبة لنا، إذ تعبرون فيه عن محبتكم لهذه المنطقة وعطفكم الأبوي على أبنائها، وتشجعون على الاستمرار في رسالتنا الحضارية والإيمانية في هذا الجبل. إننا نثمن عالياً هذا الحضور، ونطلب لكم من الله العافية ولكل معاونيكم في إدارة الوطن الحبيب.
لتصلوا به إلى بر الأمان. ونعدكم بأننا سنكمل رسالتنا هنا على الرغم من بعض الصعوبات العملية، ونعمل بجد مع كل إخوتنا في هذا الجبل لنوسع جسور الحوار والطلاق والتعاون من أجل غد أفضل. إننا نثق بما وعدتمونا به من استقرار وأمان، وأنهما من أولوياتكم الدائمة. تفرح اليوم دير القمر بكل أهلها وسكانها وزوارها والمسؤولين فيها، إن كان الروحيين أم المدنيين. تفرح بحضوركم بينهم، وتطلب لكم من الله كل التوفيق والاستقرار في إدارة مسيرة البلاد نحو الخير والسلام، وتشكر لكم هذه اللفتة المميزة نحوها، طالبة أن تتكرر في السنوات المقبلة إذا سمحت الظروف لكم، وهي تعبر دائما عن ولائها التاريخي والحضاري المستمر لهذا الوطن الحبيب. إنما جرى مع يسوع والمرأة الكنعانية في نواحي صورة وصيدة يعبر عن مسيرة حضارية إيمانية عاشها أهلنا في القديم، وعلى الرغم من مر السنين ما زال الكثير من أساساتها حاضرا في حياتنا اليومية. إن التعددية في الإيمان والمعتقد لأبناء هذه المنطقة لا يمنعهم من التواصل فيما بينهم ومع الله. المرأة في هذا الإنجيل كانت وثنية المسكن والمشرب والمولد والمعتقد، ولكن دخول الشيطان في ابنتها جعلها تنفتح على الله الواحد عبر يسوع المار في بلادها، وتكون من المؤمنين به العظام بشهادة يسوع بالذات. وما زالت هذه الحالة الإيمانية ساكنة في الكثير من أهلنا في هذه المنطقة، فعلى الرغم من انتمائهم بالمولد والمسكن إلى ديانة معينة أو معتقد ما، ولكنهم منفتحين ومتعاونين مع الآخرين من غير معتقدهم ودينهم، مما جعل من بلدنا أن يكون بشهادة القديسين بلد رسالة وأكبر من وطن. إن وجود الشيطان حاضر دائما في مجتمعنا، ومن يعاونه حاضر أيضا، ولكن الخيرين كثر في بلادنا، وعابدين الله الواحد الحقيقي كثر أيضا، وأكاد أقول والقديسين من أهلنا أيضا كثر، وهؤلاء هم الذين يرحبون بالله فيما بينهم كما فعلت المرأة في هذا الإنجيل، ليطرد الشيطان ممن أغوتهم أهواؤه وتصرفاته وحالته. نقول في أمثلتنا إن الشيطان يكمن في التفاصيل ليقلب الشر على الخير، ولكن عندما ننادي الله لكي يسكن في قلوبنا وقرانا ومدننا ومجتمعنا كما نادت الكنعانية وألحت
على يسوع طالبة أن تنال من فتاة الخبز المتساقط عن مائدة البنين، فحينئذ تتحقق العجيبة ويطرد الله الشيطان ولو كان موجودا في التفاصيل. أرضنا، أرض المرأة الكنعانية، مر عليها الكثير من الطامعين والمتسلطين والناهبين، وقد ذهبوا كلهم ولم يتركوا أثرا من بطشهم وظلمهم إلا ما ورد عنهم في كتب التاريخ. ولكن ها هي هذه الأرض المباركة تعود وفي كل مرة من جديد لتكتب لنا تاريخا جديدا فيه الكثير من تعاليم الله، تاريخا يقوم على الطلاق الآمن والتعاون الخير والمستقبل الواعد. إننا نعلم بأن المتربصين شرا بنا هم كثر، ولكن لابد من أن ينتصر الحق أخيرا، والله فينا هو الحق. بارككم الله يا فخامة الرئيس، وبارك هذا الجمع الحاضر، وبارك كل المريدين خيرا لهذا الوطن. إننا نعتز بكم رئيسا وقائدا لمسيرة إنقاذ الوطن، كما نعتز بوطننا لبنان وطن الرسالة. آمين. نؤمن بإله واحد. تلوت مدبح دالو هو لوت الو هو دم حادث اليو وينو بصوغ الطيبو طوخ اعو للبيت اخوز قود بها يكلوت Oh.
الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومرمرون وجميع القديسين. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة. اذكر يا ربي بنوع خاص فخامة الرئيس وكل من يعاونه في إدارة هذا الوطن الحبيب، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا فخامة الرئيس، السلام لكم أيها الآباء الأجلاء ويا خدمة الروح القدوس. ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس. برخ موريش كهن الآن وإلى الأبد.
محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق لواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. القدوس يا رب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هودق دم حاشودي لمعبد حايل ساب اللحم بيدا وقديش وبارخ قادش وقصو يا بالتلميدة وكدمار سبخوا المنح كل خون هونو دينيتاو فغرودي دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقصى وما تيها حوصو يضحو بوالحاية للعلم علمين. هو خانو عالكوسو دمزجو من حمرو من مايو بارخ قادش ويا بالتلميدة وكدمار سابشتا ومنح كل خون هونو دنيتا مودي لضياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشاد وما تيها حوصو يضحو بوالحاية ده العلم علمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلاً كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيء. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني.
فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطا، بل ترأف بنا وارحمنا واشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك، وهي تقول: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطا فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعبدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. على بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي ومرمرون مطراننا، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعددون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب يا اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. أذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم،
اعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. واذكر يا رب رئيس جمهوريتنا فخامة العماد ميشيل عون، واعطيه القوة والنعمة والمشورة الصالحة لقيادة البلاد وتخطي كل التحديات، وأفض روحك القدوس ليبقى صانع السلام وبي الكل، نسألك يا رب. واذكر يا رب شوفنا العزيز الغني بتنوعه الثقافي والسياسي والديني ليبقى دائماً شاحداً للمحبة والوحدة، وبارك كل من يعمل في العلن وفي الخفاء لخير وسلام منطقتنا، نسألك يا رب. سيتتل تحميك فخامة الرئيس. اجعل يا رب ذكراً صالحاً لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولأمواتنا. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطية واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا أنفسنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. مرخمور شكوهني، لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لجميعكم. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر،
وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل يد وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. بالنسبة للمناولة سيدنا رح بيكون أمام المذبح، وبخامس أو سادس بانك رح يكون في كهنين إذا ممكن ما حدا لورا يقرب لقدام. طوبى للمدعوين إلى
وايضا وايضا بك يا رب نعترف والتسابيح لك نقدم، لأنك أطعمتنا جسدك وسقيتنا دمك الحي. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحيم، يا محب البشر ارحمنا. أول شيء التوصية الرعوية للأسبوع القادم، الأعياد السبت القادم 31 آب إذا الله راد، عيد مار عبدة، ليلة العيد الجمعة 30 يحتفل قدس الرئيس العام الأبيتي مارون شدياء، الرئيس العام للرهبني المارون المريمية يحتفل بالقداس في دير مار عبدة طبعا بدير الأمر الساعة 6:30 مساء في ساحة الجامعة. لهذه المناسبة يلغى القداس المسائي في كنيسة السيدة التلي. الأحد القادم أول أيلول هو عيد مار سمعان العمودي، وأيضا نحتفل بقداس الساعة 11 في كنيسة السيدة التلي بذكرى شهداء دير القمر، وأيضا بيوبيل المتزوجين الذين مضى على زواجهم 50 أو 25 سنة. فخامة الرئيس، صاحب السيادة راعي الأبرشية المطران مارون العمار، خص الرئيس العام الأبائي مارون شدياء، أبائي الأفاضل، حضرات المعالي والسعادة، حضرة رئيس البلدية والمجلس البلدي والمخادير، أصحاب المقامات العسكرية والنقابية، أحبائي أبناء الرعية، فخامة الرئيس، قبل الختام أريد بكلمة صغيرة أن أوجه لكم الشكر على مشاركتنا اليوم نحن أبناء دير القمر وهذا الحضور الكريم بقداس الأحد لرعيتنا سيدة التلي العجائبية التاريخية. فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، عندما استقبلتنا نحن المجلس الرعوي في دير القمر في اليوم التالي لوصولكم إلى المقر الصيفي في قصر بيت الدين، بادرتم إلينا بهذه الكلمة المهمة: أنا جيت كرمالكم، كرمال الناس تيشعروا أكثر بالأمان، وأكملت بكلام يعبر عن فكرك وذاتيتك: أنا بحب التقى بالناس. وما حضورك معنا اليوم والأحد الماضي في كنيسة مرمرون بيت الدين وكل استقبالاتك للوفود الشعبية التي تأم المقر الصيفي الرئاسي على مختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية سوى خير تعبير على ما أنتم عليه عن هذه الروحية الجمالية المحبة والقريبة من كل الناس. وكأني بفخامتك وأنت تستقبل وتسلم وتصغي وتتأثر وتتحدث وتجدد العهد والوعد وتفرح وترتاح بلقاء هذا الشعب اللبناني الطيب على تنوعه، كأني بك تصرخ إليهم صرختك التاريخية التي أيقظت فيهم الحلم والحقيقة
هذه الصرخة الآن من قلب الجبل وقلب لبنان. اسمح لي يا شعب لبنان العظيم. شكرا مجددا فخامة الرئيس، زيارتكم لدير القمر وكنيستها سيدة التلي لها رمزيتها التاريخية والوطنية في ترسيخ الوجود وتثبيت العيش المشترك. شكرا أنتم الرئيس والقائد وبي الكل. هلأ من بعد ما نقول صلوات الشكر بدنا نقدم لفخامتك أيقونة سيدة التلي العجائبية. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل عضدنا وخلصنا. برخ مورش كهني فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. أبسط أيها رب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ من جميع الأعداء وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معه المجد والشكر إليك وإلى بيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بالسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. كتبنا على الأيقونة بمناسبة إقامة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في المقر الصيفي قصر بيت الدين، شرفنا فخامته والسيد الأولى عاسيس بالقداس الإلهي في كنيسة سيدة التلي دير القمر الأحد 25 آب 2019. عربون شكر ومحبة من رعية سيدة التلي، ومن إلا يا سيدة التلي احفظي فخامة الرئيس ووطننا لبنان. Thank you.